إذا كانوا عم يحكوا جد بيبدوا بالجد بينتهوا بخلاف، وإذا كانوا عم يمزحوا بيبدأوا بالمزح وبينتهي المزح بخلاف. عرفتوا طبعا عن مين عم بحكي. محمد خليك وحدك قاعد، لا احكي لك شغله. لا عن جد اليوم ضربتني شلوت، واليوم وهسه وقعتني يا محمد. مش هيك. اسمع شوي، اسمع هذا المقطع، هذا المقطع. اسمعي. اوكي هاي خيالات. تعالي ماري، اذا بتطلعي برا وحياه الله تندمي. هيك كثير يعني؟ يا محمد صاير كثير يعني. اذا من هلا وهيك هذا بتطلع شو بتسوي؟ اكسر الدنيا حبيبي. اني ما حد يحكي وياي. محمد صاير كثير تتعامل معي بدماغك. بحياتك ما هيك تتعامل معي. سامحك رح اعمل. لا كنت بتضربني بس مش هيك. شو عجبك مزحي صار؟ ما طلع يعجبك مزحي؟ رحت بابا رح اطلع. بطل يعجبك مزحي هلا؟ ورحمة بابا انا طالعة. وحدي انا رح ابقى وحدي، ساكن انا ساكن لوحدي، ماشي انا وسام. يا عورتني خلص وادي بالهواء. يا محمد عورتني، ما تمزح معي بالعضول هاي. ماشي انا ماشي لوحدي، باقي هون مهما العمر. رحمة طلع علي، طلع علي، طلع علي، طلع علي. عم بحكي معي. عيد الاغنية، عيد الاغنية. بحكي معك انا. عيد الاغنية. عم توجعني كثير. عيد الاغنية. اخرسي، ما تصرخي. ما تصرخي. اصرخ لان انا عم توجع. خلص خلص روحي اطلع برا. مش عاجبك اطلع برا. خلص روحي سيبينا هذا الحال. روحي. ما تقول لي هيك، انا ما بشتغل. شغلي الاغنية وخلص، تحكيش معي. بصير؟ محمد انت ليش هيك صاير؟ قاعد احكي وياك، انت ليش هيك صاير؟ خلص شغلي الاغنية. لا ما بدي شغل الاغنية. مش انت تغلط وبعدين بدك تزعل. ما غلطت انا. لا غلطت. ما غلطت انا. بطلت تستحمل المزح، صرت بدي كل اشي رومانسي. انا ما بديش هيك، انا بمزح معك بس. بدي شنو كل اشي رومانسي؟ سمعت شو عم بحكي؟ شغل اغنية. لا يا حبيبي انا من يوم يومي من اول ما دخلت. خلص 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 انا امزح وياك. طب خلص. بس انت صرت توجعني. شغل الاغنية، شغل الاغنية، شغل الاغنية. ولما ازعل انت احكي لك شغلة. زعلي صايرة. ايه احكي لك شغلة. خلص شغل الاغنية. لا احكي لي. بديش احكي شغل الاغنية. احكي لي حتى رجلي عورتها يا محمد. خلص انا ها ها شغلوني. انت ما عندك حل وسط؟ لا شغلي الاغنية وتحكي. خلص شغلي الاغنية. نفس الجهال، ما في حل وسط. يا هيك يا هيك. السؤال يلي بيطرحوه ملايين المشاهدين والمشجعين، مين راح يتوج نجم ستار اكاديمي 7 بعد 3 ايام؟ نصيف واحد من المرشحين الثلاثة، وهو بنفسه بيقول صحتين على قلب يلي بيربح. رح تنحط صورة مين كنا عم نحكي انا ومحمد؟ ها هنا واحد منا، نحن ثلاثة. شو صعب صارت؟ مو 21 هلا، نحن ثلاثة. من هذول الثلاثة مين؟ صحتين على اللي بياخذها صدقيني. اكيد. انا هلا اني اقدم برايم حلو، لانه برايمي الماضي هلا اخر واحد كثير حلو. ها عن جد؟ ايه كثير حلو. فكرة انت سمعتي ال كثير حلو غنى على هذا الصغير خف الهيئة، قال هلا فينا نكشف النشاز اكثر. فما في، ما كان كثير. ايه ما كان عندي انا. ايه يعني شيء هذا هو 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 بيمسكه هي على صغير، هو ما هو بيمسكه يعني. صح. كان كثير فظيع. انا مع الفرقه كثير حبيت، وزينه لبست خلخاله كثير حبيت، بتجنن. وعامل مدفع كثير حبيت. وعلى فكره زينه هيك لبست خلخاله، هو 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 بتعرفي شو اسامه يمكن شايفني اني انا
ما بعرف هو بده افكر هو من المحبه بحس انه دائما بده يلجم الواحد دائما ينبسط بيلجمه انه ما تشوف حالك وهيك وانا ما كنت على فكره انا ما عندي اي شغله على ستيج بس انا في عندي حاجز بعمله مش من هذا انا مشان ما بين ملبك في لحظات بي انا وعم بغني مع الهم المدفعي هيك عم بتطلع فيه انتبهتي كان كثير متلبك قد ما كان الزعل كبير بين رحمة ورمضان وقد ما حلفوا ما بيحكوا مع بعض دايما في حدا بيتنازل وبيرجع المي لمجاريها تليفون؟ عم تمزح عارف انك كنت مو قادر امشي عليها ليش صايرة تتزعل هواية؟ صاير حساس زياد عن اللزوم ما بزعل منك يرتفع ضغطي بس انه ما بزعل صبعي كلش قاعد يعورني بعد الضربة ممكن اعرف ليش هالكآبة ها مني بسبب يعني ها حياتي تزعل طلع في انا عم بحكي معك بشرفك عم بحكي عن جد والله العظيم خلص عيش وتونس ولو زعلت انا بطرق راسي بالحيط رح ارجع نتراضى من غير ما اقول لك اسفه نحن عم نتخانق نرجع نحكي مع بعض من غير ما نتاسف لبعض خلص صارت يعني صار شيء طبيعي بيناتنا يعني مش كيف انت تتخانق مع خالد بالبيت من غير ما تقول له اسف ترجع تحكي معه لا انت صرنا هيك فبليز عشان خاطري انزعل نفسك ولا تكأب حالك ومن هلا عم تفكر بكل شيء اذا تعزني وتعز رحوم لا تسوي هيك بنفسك لانه عن جد انت هيك بتاثر علي انا قسما بالله انا بتكأب تيرضيك يعني انه انا وانت قاعدين هيك كآبة هذا بوز الثقل اردفتهم صار لي ساعة احكي هذا شنو بوز شنو ها؟ ماليش لا شو يسموا هذا البوز عادة؟ بعد البريك رمضان بيخبر شو اكتسب بالأكاديمية أول شيء أعرف إنه الحمل صار كبير عليكم وعلي أكثر بس منتظرة تصويتكم إلي ومنتظرة إنه أنتوا اللي تخلوني ستار هالسنة أحبكم